شكرا لجريده اليوم 24 على الاهتمام ديالها بقضايا مدينه سبته. اليوم ان شاء الله غنهضروا على واحد الموضوع مهم جدا، الا وهو القرار اللي خرجت به مندوبيه وزاره الصحه الاسبانيه في سبته. وهذا القرار هذا يقتضي انه اي واحد سواء كان من ناس سبته او من الجاليه او من الناس ديال الفيزا اللي كيدخلوا بالفيزا المغاربه ديالنا، فكل واحد غادي يدخل عبر مدينه سبته لازم يعرف انه ممنوع يجيب معاه هذه المسائل المحظوره ديال المواد الغذائيه، منها اللحوم، الدجاج، البيضات، منها كذلك الحليب ومشتقات الحليب، الزيت والزيتون، وخصوصا في الموسم ديالو حاليا، يعني الحلوى، الطحين، كل هذه الامور هذه هي ممنوعه من عن كل يدخل عبر معبر باب سبته. شحال هذه كنا اذا دخلنا شي حاجه من هذه الامور بحال هذه كنا كيكون عندنا جوج الخيارات، اما نرجعوا بها للمغرب او اننا نلقيو بها في القمامه. لكن حاليا خرج هذا القرار الصادم اللي اي واحد جبرو عنده ولو يعني نص كيلو هذه المواد هذه الممنوعه فانه كيطبقوا عليه واحد القانون ديال ما يسمى بتهريب البضائع الممنوعه، وكتوصل القيمه المخالفه هذا القرار هذا الى حتى 500 اورو، وقدرت تتجاوز 500 اورو. وهذا طبعا هذا القرار هذا يعني جميع الساكنه وحتى في المغرب كذلك تتلقى واحد الاستنكار شديد على هذا الشيء هذا، لانه لا يعقل انك داخل بواحد نص كيلو الحوت او لا بواحد نص كيلو الزيتون او الزيت او يطر الزيت غادي تخلص عليها اكثر من 500 اورو، يعني 5000 درهم، نص مليون ديال الفرنك اللي غادي تخلصها يعني اجباريا لاداره الحرس المدني، مخالفه على واحد الحاجه التافهه اللي ممكن انك تدخلك معها. فنحن كفاعلين جمعويين وكطبعا كجميع السكان سبته وحتى في المليليه كذلك، نحن نستنكر استنكارا تاما هذا القرار هذا، وكنطلبوا من مندوبيه وزاره الصحه الاسبانيه في سبته انها تعيد النظر ديالها في هذا القرار اللي ممكن انه يزيد يضيق الخناق على ساكنه سبته اكثر مما هو مضيق عليها. وفي الختام اشكركم جزيل الشكر مجددا على الالتفاته ديالكم والاهتمام ديالكم بقضايا اهل سبته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.